المندي والكباب قد يبدو تنافسا عاديا بين وجبتين، لكن دخول الأطباق اليمنية على أحد أشهر مدن الكباب في العالم يعد تنافسا مختلفا ومختلفا عليه. بشكل غير اعتيادي انتشرت مطاعم المندي في الفلوجة منافسة أهرام مطاعم الكباب الثلاث بالمدينة، الجلسة العربية ووجود الطباخين المختصين فضلا عن الأسعار كان سببا في خلق جو تنافسي بين المطعمين اليمني والعراقي. الجلسة عربية وتاخذ راحتك انت واطفالك، وهاي ثاني شيء اكله شعبيه، نسبه الدهون الهاي بيها قليله، هذا الشيء احب احنا. هسه اذا المطاعم الكباب وفرت هذا الشيء لكم جلسه عربيه، تروحون لو تفضلون المندي؟ لا، هم نظل نفضل المندي والدجاج. هم كيمنيين هم يطبخون حفرهم حطبهم غيره كله. كأسعار؟ والله أسعار كلش مناسبة يعني، جدا يعني منافسة من مطاعم هنا بفلوجة كلش مناسبة يعني. كمندي هنا بصورة عامة مش هواي يعني رغبة الزبائن تقريبا 50-50. فيصل الاختيار بين الكباب والمندي يعتمد على معيار الذائقة. أكلة اليمن السعيد خطفت ذائقة الصغار قبل الكبار. إذا قالوا لك تريد كباب لو تكل لو معلق لو مندي؟ لا، المندي دجاج. ليش مو اللحم؟ والله نفس الشيء، بس أكثر شيء المندي دجاج. تحب أكثر شيء؟ أنت يا من تجي؟ أنا وبابا وابن عمي وشيم. من يدفع فلوس؟ بابا. الاختلاف في الذوق لا يفسد الصحبة. نعم، هكذا يصف رواد الوجبتين ذلك. إحنا من عشاق عشان تقول المندي والمشاوي دائما نجي حتى نجربهن. ولا غلطه الكباب ما الفلوجه على المندي، والله حسب نتفق مرات من يريد المشاوي ومن يريد المندي. بالنسبه لي المشاوي نمبر 1. كباب؟ اي نعم. كلاسيكو التنافس بين وجبتي الكباب والمندي وجد طريقه الى طلبات الزبائن في مشهد يسحب البساط من منسف الادليميه، ليبقى السباق محموما هنا بين ركني المطابخ الشرقيه. نبيل عزامي، يو تي في، الانبار.